بإيت سمارت اليوم ناتالي ياغي أكيد محضرة مثل العادة موضوع جديد، موضوع دايما يعني بيكون موضوع الساعة وبيكون عم بيثير اهتمامنا كلنا. بونجور، صباح الخير. اليوم أكيد عنا كتير أسئلة وعندي كتير أجوبة مثل العادة. بتأمل. والمشاهدين كمان مرحب فيهم، بتصور اليوم يكونوا عم بيتصلوا فينا لأي سؤال كمان لناتالي تقدر تكون عم بتجاوب عليه بإطار التغذية. لكن منبلش ما إذا ميكرو ماشي ماشي الميكرو ماشي ماشي بعده. أوكي، لكن موضوعنا عن أكيد مثل ما كنت عم تقولي عن النباتيين. النباتيين كثير من الأوقات يمكن بيفكروا أنه نظامهم الغذائي بيحتوي على كمية كافية من العناصر الغذائية، بس في أشياء لازم ينتبهوا لها. من أهم الأشياء اللي ممكن أنه تنقص، هلأ هنا لازم نفرق بين النباتيين اللي بيكونوا بيأكلوا أجبان وقلبان وبيأكلوا بيض وسمك، والنباتيين اللي أبداً بيلغوا هالفئات كمان من المأكولات، يعني أجبان ما بيأكلوا، بيض ما بيأكلوا، وأسماك ما بيأكلوا. هول الأشخاص لازم أول شغلة ينتبهوا لها أنه يأمنوا كمية كافية من فيتامين B12. الفيتامين B12 معروف أنه مصدرها الوحيد هو المنتجات الغذائية اللي مصدرها حيواني، إن كان جبنة إن كان لبنة أو بيض أو غيرها. هلا الأشخاص هول اللي ما بياخدوا هالمأكولات هاي ضروري إنه يكونوا عم بيستعينوا بمكملات غذائية. مكملات غذائية بتعطيهم هالكمية اللي هن بحاجة إلها. هلا البي 12 هي من الفيتامينات اللي عادة منا بحاجة إنه ناخدها، مش مزبوط. النباتيين بحاجة إنه ياخدوا مكملات غذائية بتحتوي على البي 12 لأنه ما في مجال بالنظام تبعهم إنه يكون عم يتعوض. البي 12 عايزينها لأنه هي بتفوت بكتير بعمليات عديدة بالجسم لتحسين نشاط الدم، كرويات الحمر بحاجة إنه كرميل تيكونوا تما يصير في نوع من أنيمي من وراء نقص بالفيتامين بي 12. كمان في كتير أشخاص بحاجة لفيتامين إضافي لأنه بيكون عندهم استعمال لهالفيتامين من خلال أوقات في بعض أدوية ممكن إنه تؤدي لانخفاض بمعدل هالنوع من الفيتامين. بس هل هذا بيعني إنه غير النباتيين أبداً ما بيكونوا بحاجة لبي 12؟ لا، مش مظبوط هالشيء، مش مظبوط. في أشخاص مش نباتيين بس كمية الفيتامين بي 12 اللي بياخدوها بنظامهم الغذائي ما بتغطي احتياجاتهم. من الأشخاص مثلاً أشخاص بياخدوا بعض أنواع من الأدوية، في أدوية ممكن أنه تخفض من معدل الفيتامين بي 12. المسنين مثلاً هن يعني بعد عمر 60 سنة هن بحاجة ل إضافة كمية من البيدوز على نظامهم الغذائي لأنه جسمهم ما بقى يفبرك بطريقة صحيحة هالنوع من الفيتامين. دونك النباتيين خاصة هون لازم نحط وكدنا. شو هني مصادر الفيتامين بيدوز؟ مثل ما كنت عم أقول، مأكولات اللي مصدرها من مصدرها حيواني، يعني إذا أخذنا بيضة أخذنا جبنة نحن منكون عم نأمن كمية. بس يمكن للأشخاص اللي بيكونوا نباتيين وبهالفئة هاي لازم يمكن يستهلكوا مكملات غذائية. هلا اتصال بس قبل ما نتابع حسب ما نمطروا كثير. بونجور. الو بونجور. يا هلا ناتالي، عم تسمع، تفضل. بتسال مدام ناتالي عن البروبيوتيك، شو رايها فيه وكيف بيتاخذ اذا في مجال؟ لشو يعني بيتاخذ كرمال شو؟ انت في شيء حاله معينه؟ لا، كمكمل غذائي نفخر يعني بسمع كثير عنه انه له فوائد بس منه دواء. مزبوط. بس انه السبلمنت مش من اللبن يعني. اوكي اوكي. هلا البروبايوتكس، حبوب البروبايوتكس هن بيحتووا على عده فئات من البروبايوتكس اللي هي بكتيريا جيده. هلا هون انا برايي يعني للاشخاص اللي بيقدروا ياخذوا البروبايوتكس من الاكل خلينا ناخذهم من الاكل لانه بالنهايه نحن بنكون عم نراب كثير على الطبيعه. وين بناخذهم من الاكل؟ باللبن، بالاشياء المخمره مثل الاجبان. اي كيفي. هلا اذا عندنا حاله معينه يعني نحن اشخاص حدا اخذ انتيبيوتيك لفتره كثير طويله ممكن يصير في عدم توازن بهالبكتيريا هاي اللي موجوده بجهاز الهضمي. دونك نحن اذا اخذنا بروبايوتكس هيدي شغله كثير منيحه.
كمان في بعض في دراسة عملت قرنوا أشخاص عندهم بدانة بأشخاص لا وزنهم منيح بيأكلوا بطريقة صحية بيكتروا من استهلاك الألياف بياخدوا يعني خضرة وفواكه كافلة وإنه البكتيريا يعني الجود بكتيريا اللي إحنا بس بدنا ناخد بروبيوتكس بدنا نحسنها البكتيريا الجيدة كانت بنسبة كتير واطية عند الأشخاص اللي عندهم بدانة مقارنة لأشخاص بالعكس بيتناولوا نظام غذائي متوازن. دونك نحن وقت اللي ندخل ألياف وقت اللي ناخد خضرة وفواكه بانتظام مثل الهندبة مثل اللي بتكون غنية بالبريبيوتكس بتغذي هالبروبيوتكس اللي نحن عنا إياها بجسمنا يعني البكتيريا الجيدة نحن بالعكس منكون عم نساعد هالبروبيوتكس بدون ما نستعين بالمكملات الغذائية. ولكن في يعني أوفر دوز بالمكملات الغذائية ممكن في بعض الأشخاص نأخذ أكثر ما جسمنا بحاجة وهالشيء يرتد علينا بعد ما في دراسات بتفرجي إذا استهلاك هالبروبيوتكس بالمكملات الغذائية قديش ممكن أنه تأثر على الفلور انتستينال اللي هي بالنهاية لازم نحسنها. هلأ في أشخاص عندهم نقص بالمناعة هو الأشخاص ما لازم ياخدوا بروبيوتكس قبل ما يستشيروا أكيد طبيبهم. كمان اتصال قبل ما نتابع. أوكي اتصال. ألو بونجور. يا هلا بحياتي. بدي اسال مدام ناتاليا عن الكولاجين اذا اخذته سوبلمون كحبوب يعني. هلا انا بفضل تستشيري طبيبك او سيلينيوم لانه بدي منشان الجلد وانا عمري بالسبعين. اهلا وسهلا فيك. ايه هلا كرمال المكملات الغذائيه هلا في منهم منيح منهم افيكاس ومنهم يمكن ما بيعطوا يعني بنكون عم ناخذهم بنسميه ده افي بلاسيبو. هلا انا بقدر فيدها بالسيلينيوم. السيلينيوم المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على السيلينيوم بدنا ننتبه قد ايه معدل يوميا عم ناخذ من احتياجاتنا اليوميه بهالمكملات الغذائيه لانه اوقات متعدل الكميه اللي نحن بحاجه الى حتى ولو كان عمرنا 70 سنه لا وكثره استهلاك هالانواع من المعادن بدل ما تفيد بتصير تضر. دونك انا بنصحها اذا بدها تاخذ مكملات غذائيه للسيلينيوم تاخذ مكملات ما بتحتوي على كميه اكثر من 100 او 100% من احتياجاتنا اليوميه. اكثر من هيك بنكون ممكن انه نكون عم ناخذ كميه ما لازم ناخذها وهيدا بدل ما يصير كمية سيف اللي هي 100% اللي هي 100% من احتياجاتنا اليومية. لأنه حتى إذا بالأكل أخذنا شوية سيلينيوم بالمكسرات أخذنا سيلينيوم يمكن مثلا حبة برازيليان نات وحدة تعطينا احتياجاتنا اليومية لكل النهار بالسيلينيوم. دونك نحن مش بحاجة لهالكمية الهائلة إذا كنا عم ناكل بطريقة سليمة. دونك هيدي للسيلينيوم. للكولاجين أنا بفضل تستشير طبيب الجلد اللي ما بعرف اذا هو وصف لي لانه الكولاجين بون في تناقض على الافيكاسيتي تبعيته بفضل انه تستشير طبيبه. في اتصال ولا نكفي موضوعنا؟ بس اوكي. الو 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 يا هلا تفضلي شو سؤالك؟ سؤالي انا مره 80 سنه عمري يا هلا وباخذ اوبر بيدوز. نعم لي فتره طويله. نعم لاني باخذ ادويه كثير بدي اعرف شو نتيجه البيدوز انه لان باخذه بكثره بيمشي الحال لان كل شهر باخذ ابره. اهلا وسهلا فيك. إذا عم تاخذ إبرة بيدوز يعني هي بحاجة لهالفيتامين هاي منه بكترة. إذا طبيبة وصف لها كل شهر إبرة فيتامين بيدوز يعني هي بحاجة إلى مثل ما كنت عم بقول ابتداء من عمر معين الجسم بيبطل يمتص الفيتامين بيدوز خاصة من المأكولات اللي نحن بناخذها لأنه المعدة حموضة المعدة بتتغير والامتصاص بيتغير. دونك ما في خطورة أنه تاخذ هالفيتامين هاي بانتظام خاصة أنه بعتقد طبيبة وصف ليتها تاخده. دونك هي حسب معدل الفيتامين بجسمها هي بحاجة أنه تاخده بالعكس ما في خطورة أنه تاخذ بهالشكل هيدا. بننتقل هلأ للنظام الغذائي عند النباتيين. من مشاكل اللي ممكن انه يعانوا منها النباتيين هي استهلاك كميه كالسيوم كافيه لانه وقت اللي نلغي
أو يلغوا النباتيين فئة الأجبان والألبان، هون بيكسير في صعوبة إنه نمتص أو بالأحرى ناخد كمية كافية من الكالسيوم بنظامنا الغذائي. هلأ في بالمأكولات النباتية في مأكولات تحتوي على الكالسيوم، بس المشكلة إنه في بها المأكولات النباتية في كمان مواد ممكن إنه تخفف من امتصاص الكالسيوم بها المأكولات. عم بحكي أنا هون عن مثلاً مواد اسمها الفيتات اللي بتخفف من امتصاص الكالسيوم من الحبوب. دونك كرمال هيك بننقعها، كرمال هيك أفضل إنه ننقع الحبوب قبل ما نستهلكها تنخفف من هالمواد هاي. هلأ من المأكولات اللي أكتر شيء فيها كمان كالسيوم بالعالم النباتي عنا الخضرة الورقية الخضرة، بتجي بتاني مرحلة. أكيد في مأكولات مدعمة بالكالسيوم. هلأ ما بعرف إذا بعض الأشخاص قدروا ياخذوا في بعض أنواع من العصير المدعمة بالكالسيوم، التوفو، الحليب، اللوز والحليب الصويا. لازم ننتبه لشغلة هون وقت اللي نشتريهم، إذا بدنا نستبدل الحليب بهالأنواع من المشروبات، إنه يكونوا مدعمين بالكالسيوم. إنه هن الناتورال ما بيحتوا نفس الكمية اللي موجودة بكباية حليب. شغلة تانية كمان لازم ننتبه لها، مثلاً وقت اللي ناكل فاصوليا، بين أنواع الفاصوليا في مصادر كالسيوم بها المأكولات هاي. فاصوليا البيضة هي من أعلى نسب كالسيوم، بتحتوي على أعلى نسب كالسيوم من بين أنواع الحبوب. دونك هيدول اذا بدنا نحكي عن مصادر الكالسيوم. بس ناتالي، بالنهايه الشباب والصبايا الصغار يعني ينصح انه يكونوا نباتيين بعمر صغير؟ اذا هلا كثير اوقات بفتره المراهقه الشباب والصبايا بيصيروا يتجنبوا يمكن لأسباب معينة استهلاك اللحمة، بس إذا عم بيأكلوا أجبان، عم بيأكلوا بيض، أسماك، ممكن إنه ما ياخدوا لحمة أو دجاج. أنا ما بنصحهم لأنه هن بمرحلة نمو وهن بحاجة لكل هالأنواع الفيتامينات، خاصة كمان عم نحكي عن الكالسيوم. الشباب والصبايا بسن المراهقة مثلا بحاجة لأكثر معدل كالسيوم خلال كل حياتهم، أكيد مثل الأشخاص اللي فوق الستين سنة. دونك المراهق اللي بيكون نباتي 100% وأبدا ما بياخد هالأنواع من المأكولات ممكن أنه يكون عنده نقص. الحديد نفس الشيء، الحديد خاصة عند الصبايا إذا كنا نباتيين بيصير أصعب أنه نقدر نوصل لإحتياجاتنا اليومية إذا نحن لغينا اللحومات ولغينا كل مصادر الحيوانية من نظامنا الغذائي. دونك يعني لازم الصبية أو الشاب إذا قرروا يكونوا نباتيين يعرفوا يأكلوا، لأنه صعب أنه يوصلوا لإحتياجاتهم كلها، خاصة إذا كانوا بعدهم بفترة النمو، وخاصة إذا بيكونوا في كتير أوقات شباب وصبايا بيصيروا غير أنه بيكونوا نباتيين بيصيروا يخففوا من استهلاك السعرات الحرارية لأنه بدهم ينزلوا وزنهم، وهنيك المشكلة بيصير في كتير نواقص بجسمهم. دونك خلينا ننتبه إذا كانت شاب أو صبية بدها تكون قررت تكون نباتية تنتبه أو تعرف تنسق نظامها الغذائي. بعد في ما بدي وقت كتير. اوكي هلا اكيد البروتينات كمان لازم ننتبه لها. البروتينات ممكن انه تتواجد بالمأكولات النباتيه، لازم نعرف نركب اي انواع من البقوليات مع الحبوب، الخضره مع الحبوب، يعني بده نظام مدروس، بده يكون النظام النباتي، مش انه على مجرد ما عم ناكل لحمه او ما عم ناكل مصادر حيوانيه يعني نحن سيف. صح، المفروض انه تكون الشغله مدروسه. ثانك يو ناتالي، ميرسي لك. يو تو. هلا ناخذ وقفه من بعدها بنكون مع ساره غنطوس بكيدز اند فان، خليكم معنا.